مرحبا لجميع الأصدقاء المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي دائما عبر شاشة تلفزيون لبنان ومن خلال برنامج مرايا الشمال. تحية لكم بكل المدن والقرى والبلدات اللبنانية. دائما عم نتعرف نحن وياكم على شمال لبنان، على المواقع البيئية، المواقع الطبيعية والمواقع التراثية وأبرز الأنشطة اللي عم تحصل بشمال لبنان، وخصوصا طرابلس عاصمة الثقافة العربية لعام 2024. ودائما في أنشطة عديدة عم بتعم مدينة طرابلس ومختلف القرى والبلدات الشمالية. أعياد مباركة، وإن شاء الله هالأعياد بتشكل محطة لتجديد المحبة والتلاقي والحوار بين جميع اللبنانيين، على أمل يعم السلام والأمان مختلف أرجاء العالم ولا سيما جنوب لبنان الحبيب. تحية لكل المغتربين، ودائما لبنان مشتاق لكم. أصدقائي، حلقة غنية نحن وياكم، وكاميرا الزميل أمين سليمان بيعرفنا اليوم شو عنا بحلقتنا برنامج مرايا الشمال. في إطار طرابلس عاصمة الثقافة العربية لعام 2024، وأيضا برعاية وحضور معالي وزير الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، اليوم معرض حرفيو طرابلس بالرابطة الثقافية في طرابلس، طبعا يبرز وجه طرابلس الحضاري، من تنظيم الدكتورة لينا نجا والمشتركين من مختلف المناطق الشمالية ولا سيما على صعيد مدينة طرابلس. دكتورة لينا، بدي أقول لك أول شيء مبروك هالمعرض الحلو. الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا بتلفزيون لبنان، منارة لبنان كله والشمال. مريت الشمال. خبريني أول شيء، حضرتك يعني طبيبة أسنان وحرفية تشتغلي بالأحجار الكريمة. الأحجار الكريمة طبيعي، هيدي هوايتي من 99. فتحنا العيادة، جينا بعد 2004 خلص سكرت العيادة وتفرغت لشيء اسمه حرف بالفضة وبالذهب ودرست الأحجار وكل شيء جميل، وأنا هوايتي دائما بكل شيء حرفي يدوي بيجذبني بشكل قوي، يعني كل شيء. برمي هيك صغيرة على المشتركين. نعم. كلهم حرفيين. نعم. يعني خبريني عن الفكرة، كيف اجتك الفكرة تنظمي هيك معرض؟ فكرة لأن درست شو يعني حرف، الحرف يعني هو هل يتوارث من جدوده هالحرف وبيطورها وبيشتغلها، هل هو تكون، لأن الحرف ثلاث طبقات، عندنا حرف قيمة، حرف متوسطة، حرف بسيطة، بس أنا ركزت على الحرف القيمة لأن بدي ناخذ بعيد إيدين بعدين الباقيين، بس هيدي أهم شيء لتبرز وجه طرابلس القيم بالحرف، معروف إن إحنا نجارة والأشياء لطرابلس للشمال، مين ما بيجي الحفر على الخشب والتدهيب والتنجيد كله طرابلس، والتطريز والشغل القصب كان أيام زمان، وتياب الزفة، تياب المولوية، كلها خياطة طرابلس. طرابلس غنية، غنية بأهلها، غنية بإنسانيتها، غنية بدينها، برحمتها، بتعايش المشترك، كله طرابلس. أستاذي ضحى مسيكي، بدي أقول لك يعطيك العافية هالشغل الحلو. يعافيك يا رب، الله يعافيك يا رب. علاقتك بالتطريز قد ايه صار، يعني أنتم مثل ما فهمت عائلة كلها بتشتغل بهالموضوع؟ مزبوط، من الأجداد يعني كلهم بيحبوا يشتغلوا بهيدي المهنة، وهي بلشت بوقت الكورونا لما بتكون أنت قاعد بالبيت بتكتشف إنه في عندك موهبة جديدة وبتصير بتملي وقت فراغك بهيك شيء، وهو هلا كمان كتير دارج هيدي الحرفة، مثلا على كل شيء، على طارات إذا بدك مثل ما بدك شايف، على أكسسوارات، على كل شيء ممكن يتم التطريز، على تياب، على كذا شيء. دعاء الحسن، خبرني عن شغلك. حلو، تقريبا بشتغل على الازاز اذا بتمنك شايف، بشتغل بالالوان الاكريكيك، السيراميك والفيتراي تقريبا، وحتى بشتغل بالخشب اذا بدك، بس كونه هلا ملحق انا عملت بس قسم منهم. الباشا شغل سناره واشياء حلوه كثير، يعطيك العافيه. انت من دوما البترو؟ من دوما البترو، من دوما الشمال. دوما الشمال، اهلا وسهلا فيك. شو هالشغل الحلو؟ ميرسي، اهلا وسهلا فيكم. ليه مبسوطه بالانتاج؟ كثير منيح. محمود راشد عزو، انت رسام كله بورتريه، خبرني من امتى بلشت بهالموهبه؟ الي تقريبا شي 4 سنين، كنت فجاه هيك لقيت حالي جبت ورقه وقلم وبلشت ارسم. ما تعلمت يعني انت؟ بدون تعلم. برافو عليك، يعني كله موهبه واثقلتها اليوم بالشغل الحلو. صحيح، انا بستخدم الرسم بطريقه التعبير اولا، وهي نوع من العلاج لحتى لاني بالاضافه لاني مهندس ديكور، انا موظف عامل اجتماعي بالمجتمع، فبستخدم الرسم للمساعده بالعلاج النفسي. يحيى ضنيوي، انتم عندكم حرفيات مش هيك؟ صحيح، نحن من سنه 91 تقريبا بلشنا، الوالد بلش فيها من زمان
وتطورت يعني، بلشنا من اشياء صغيره هلا صار عندنا تشكيله كبيره حتى ما بنقدر نحطها هون يعني. كمان فاطمه الطرطوسي نحاسيات، شو هالشغل الحلو؟ ميرسي كثير لك. دي في تعب، دي في جهد كثير، مصلحتنا كثير متعبه، بس انا اخذت ابا عن جد فهي ماشيه بالدم. الشغلة هو كلياته عبارة عن مخلط بين التكنيك التراث القديمين بطريقة مودرن جديدة، كمان هيك عم نشوف قطع شوي معاصرة يعني. والمعرض اليوم بيعطي فرصة مثلا الناس تعرف عليك أكثر؟ أكيد هو هو المعرض اللي بطرابلس بشارك فيه، بالعادة بشارك برا طرابلس، وهذا مرة بشارك هون وكرمال أهل المدينة يعرفوني أكثر شوي صغيرة. روزيتا ليندا كريدلي، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. كمان إكسسوار هاند ميد؟ هاند ميد، كله تصميمي وتصنيعي. دي مبسوطة بالشغل؟ كتير مبسوطة، وقلي 27 سنة بالمصلحة. فيات الفادي الحاج حسن، يعني عندك اشياء من شو مصنوعة؟ خشب الصنوبر، كلها خشب الصنوبر، اشياء طبيعية يعني، ما في شيء انه مركب، وكله شغل يدوي ولا آلي ولا شيء. هدول الطرابيش ايام زمان يعني، بعده محمد الشعار بطرابلس متعلق بهالمهاك، انتم من العيلة كلها اهتمت بها. الوحيدين هلا بقى بشمال لبنان اللي عم صنع طرابيش، ولازلنا متمسكين بهيدي المهنة كما يقال حتى الرمق الأخير. وبعده بينطلب منك طرابيش اليوم بالأيام؟ ما بحدا صار الطلب جدا قليل، بس مثل ما قلت لحضرتك لسنا متمسكين إن شاء الله، وما رح نترك هيدي المهنة لو مهما صار. مدام سلمى الذهب، أنت بتعملي الثياب المولوية وبتعملي هالأشياء الحلوة، الله يعافيك يا رب. خبريني دي أنت فخورة بشغلك؟ طبعا ليش لا، الواحد بهالأيام لازم يكون عنده احتاج مهنة تكون بهالأيام، لازم يكون في مهنة بين إيدي الواحد، لأن الأيام صعبة كتير. ست سمر كيفك؟ سمر كيف أحوالك؟ الحمد لله، بشكر الله، الحمد لله. أشغال يدوية كمان بالصنارة؟ إيه صنارة وصنارتي، كله شغلي. كلكم حرفيين فنانين؟ إيه إن شاء الله. إيه مدام هنا الحسن، كمان أنت أرتيزانة خياطة، بتعملي الأشياء التراثية؟ طبيعي أكيد، كل الأشياء التراثية بشتغلها، بشتغل الزفات، بشتغل الأعراس، بحب التراث أكتر. بيجي بدي يعمل دبكة أو زفة بيجي لعندي؟ أكيد أكيد، أكتر فرق الزفات حتى تابعين عكار بيجوا بخيطوا عندي أنا. مثل ما شايفين الحرفي باسم عبد الفتاح يعني عم بيشتغل الشغل كتير حلو بالخشب، وعصي على أنواعه مش هيك؟ صح. العصا لمن عصا؟ العصا لمن عصا. خبرني هالهواية الحلوة. والله طلعت تقاعد من قوى الأمن الداخلي، وصراحة توجهت لهالهواية اللي كنت من زمان حبها، تفرغت لها وعم اشتغل عليها. طارق العتر، انت شو بتشتغل بالضبط؟ بنشر ده برازيلي اسمه، وهيك بعمل مثل انك شايف هون. يعني هذا شغلك هون، هيدي البورتكلي شغلك انت. برافو عليك، انت تعلمتها ولا العائله بتشتغل؟ تعلمتها وبلشت فيها. جمال الدين طرطوسي، شو السر بيت الطرطوسي بيهتموا بالحرف؟ ما هيدي مصلحتنا ابا عن جد. العائله كلها. يعني ما ممكن يطلع حدا طرطوسي ما بيشتغل بالحرف. اكيد انا عندي بنتي درست جرافيك ديزاين، كانت على الاولى على صفه وعلى الجامعه تبعيتها، قدمت على الجامعه اللبنانيه كانت تقريبا الاولى. المحامي استاذ عبد الرحمن حيدر، حضرتك محامي وفنان تشكيلي كمان؟ صحيح صحيح. انا يعني قديش مهم اذا بدك هالموهبه، هالميكس بين القانون وبين الرسم. هي سبحان الله بالولاده يعني خلقت ما عندي موهبه الرسم، وطورتها واسقلتها مع الوقت وتكبرنا بالعمر. وطبعا بالنسبة لي كمحامي، أنا المحاماة هي أولوية عندي، وما عندي شغف بالمهنة كتير قوي، وبنفس الوقت بوقت فراغي وبعبي بموهبة بتسأل الحواس كلها يعني. ما عليك، طبعا اليوم جزء من هالاحتفالية طرابلس عاصمة الثقافة العربية، وعم نشوف حرف وعم نشوف ناس مشجعة، شو كلمتك اليوم؟ مشي هاي طرابلس، هذا الوجه الحقيقي لطرابلس، هذه دينامية الطرابلسيين، هاي الثقافة المتجذرة واللي هلأ عم تتفجر يعني من خلال هالعناصر متميزة جدا، وهذا اللي ثبتنا وشجعنا أنه نمضي خدما. لنقول طرابلس ستمحو حتما هذه الصورة
البشعة التي لا تليق بها واللي هي غريبة كل الغربة عنها، وطرابلس ستستعيد بها إن شاء الله. طرابلس حلوة بوجودكم وبالأعلام اللي عم يصوب على طرابلس. هلأ نحن بمعرض مع معالي وزير الثقافة اللي هو دائما كل من الناشطين بمدينة طرابلس لإظهار الحرفيين بطرابلس اللي كانت مدينة مشهورة بحرفيتها، وهذا معرض لتشجيع الحرفيين، وإن شاء الله بيكون بداية انطلاق لاقتصاد المدينة، لأنه كان كتير ناس يجوا من كل لبنان ليشوفوا حرفيات طرابلس من نحاسيات من نقشيات من أمور، ونحن هلأ موجودين معهم، وأي عمل فيه خير للمدينة نحن بنكون موجودين. مبارك لمدرسة المقاصد ببلدة عكا العتيقة اليوم، يعني علامة الجودة بالتعاون مع السفارة الفرنسية سيلف، طبعا أخذوها عن جدارة اليوم هالاحتفال المهم بالمدرسة بحضور ممثلين عن السفارة الفرنسية بالإضافة لشخصيات سياسية دينية اجتماعية تربوية. بدلك مدام غادة حمود مديرة المدرسة، يعطيكم العافية على الجهد الحلو. الله يعافي قلبك استاذ منذر. خبريني كيف بلشتوا بالمشروع وكيف وصلتوا لهالنتيجة المشرفة؟ صراحة هذا المشروع مخطط له تقريبا من شي 3 سنين، نحن بلشنا تقريبا من 5 سنين كخطوات أولى. من سنتين انطلقنا كنا إيكيب واحد صراحة، نشتغل منه بس قبل الظهر بعد الظهر، وقت اللي أنت بدك تحصل على الجودة الفرنسية فهذا شيء منه هين، المفروض يكون في إيكيب متضامن يشتغل ليل نهار ويشتغل بضمير، والحمد لله هذا اللي صار. معلمات سنة الماضي تقدموا الدال في الامتحان الفرنسي الرسمي ونجحوا فيه بنسبة ممتازة، والسنة الحمد لله رب العالمين خضعنا ل 24 ساعة تدريب بالمركز الثقافي الفرنسي بطرابلس وتابعونا، والحمد لله عجبون كتير التلاميذ، عجبتهم المدرسة نظافتها، وبناء على الرابور اللي أرسل الحمد لله رب العالمين حصلنا على السيلف. حضرة مدير عام جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، لمؤسساتكم العريقة حقيقة إلى بصمات مضيئة بمختلف القرى والبلدات اللبنانية والمدن. اليوم موجود حضرتك بعكا العتيقة أستاذ فؤاد، أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيكم تلفزيون لبنان. جمعية المقاصد مثل ما ذكرت جمعية عريقة جدا وبعدها منتشرة بكل محافظات لبنان، نحن أكيد أساسا بمحافظة بيروت وانتشارها بثلاث محافظات، بمحافظة عكار، محافظة البقاع، ومحافظة بعلبك الهرمي، وبعد نشاطنا التربوي على هاي الأراضي اللبنانية. خبرنا اليوم هالتعاون مع السفارة الفرنسية بمدرسة عكا العتيقة. نحن المدارس عندنا مقسومة بين مدارس بتعلم اللغة الفرنسية ومدارس بتعلم اللغة الإنجليزية. المدارس بتعلم اللغة الفرنسية من ضمن عكا العتيقة، حبينا أنه نحن ندفش فيها خطوة لقدام ونروح على تطوير جودة تعليمية بقلبها، والحمد لله اليوم عم نقطف ثمرة سنتين شغل بهاي المدرسة مع السفارة الفرنسية والمركز الثقافي الفرنسي. انتك للإدارة هون؟ أنا دايما بقول للإدارة بعد ما خلص الشغل على طول، بعد في شغل عنا ان شاء الله. هيدي الخطوه الاولى كانت بمسيره التطوير، نحن رؤيتنا ثقافه التطوير المستمر، بعدنا بتطوير مستمر، وان شاء الله السنه الجايه واللي بعدها كمان في مفاجات اكثر. أول شيء أنا بدي أقول كثير مسرور بين أهلي بعكار العتيقة رقم واحد، والحقيقة بدي هنيهم لإدارة مدرسة المقاصد بعكار على هالإنجاز الكبير اللي قاموا فيه، وبدي بالوقت نفسه أشكر جمعية المقاصد الإسلامية في لبنان وعلى رأسهم الدكتور فيصل صنو على الاهتمام الكبير بمدارسنا بعكار، بكل عكار وبالذات بعكار العتيقة، وكل الشكر لكم جميعاً.
يعني منو غريب ابدا على عكار العتيقه انه مدرسه من مدرستها تاخذ هيك جائزه. انتم بتعرفوا عكار العتيقه فيها نسبه ثقافه كثير كبيره، عم نخرج كل سنه 500 طالب بالشهادات الرسميه، عندنا عدد كبير من المثقفين وعندنا عدد كبير من الاساتذه ودكاتره الجامعات والاساتذه. فانا بدي بارك فعلا لمدرسه المقاصد هذا الانجاز الكبير، لان هيدي شهاده بنفتخر فيها بمدرسه انه 90% من معلماتها عندهم شهاده باللغه الفرنسيه ديل فيديو. هذا الشيء فعلا بيوطد العلاقات القويه والبلد كبلد فرنكوفوني كمثل لبنان، والعلاقات الصداقه بين لبنان وبين فرنسا، ونحن جدا فخورين بعكار العتيقه بهذا الانجاز. Alors c'est un très grand plaisir, une très grande fierté pour moi d'être aujourd'hui avec vous dans ce bel établissement. Un plaisir d'abord parce que je suis heureuse de revenir dans cette très belle région du Haka qui gagne à être connue. Ce n'est pas la première fois que je visite le Haka. ونحن نشاهد هذا الإبداع الذي تقدم به أطفال من هذه المدرسة، مدرسة المقاصد في عكار العتيقة، تذكرت أطفال غزة وفلسطين، وتذكرت أنها هذه هي تعبر عن إرادة الحياة. فكما أن أطفالنا في غزة يضحون بأغلى ما يملكون طمعا وسعيا في سبيل حياة مستقرة، فإن إخواننا وأطفالنا في عكار العتيقة يجسدون هذا المبدأ، فالحياة لابد إلا أن تستمر. تحية لهذه المدرسة، لمديرتها، لجمعيتها، لكل العاملين فيها، وشكرا لكم. يعني أكيد اليوم هو يوم فرح بالنسبة لهالبلدة، إضافة جديدة على المستوى الثقافي خاصة بموضوع اللغة الفرنسية. ليحصلوا مؤسسة مقاصد كانت مرأة بأزمة على معيار جودي باللغة الفرنسية، يعني هذا يعتبر تحدي كبير. هالبلدة ميزتها بتحب التحديات وبتنجح الحمد لله. مجلة عيون الناس ولا بندر جيت اليوم منظم معرض الأيادي الصغيرة، فعلا في اشياء مبدعين وخصوصا عند ذوي الحاجيات الخاصة بالتعاون مع جمعيات مؤسسات بتهتم فعلا فيهم بمختلف الأعمار. المعرض بمركز نقابة المهندسين بطرابلس، طبعا كان في حضور لمعالي وزير الثقافة، حضور لشخصيات سياسية ثقافية فكرية هيئة مجتمع مدني، والمعرض استمر على مدى يومين. مدام سارة السكري، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أستاذ منذر، ميرسي لك. أول شيء بدي أخبركم أن المعرض هو الأول من نوعه، المعرض الأول للأولاد ولذوي الاحتياجات الخاصة اللي عم يعطوا مجال لحالهم ليعبروا عن الأشياء اللي هن عم يعملوها، سواء أشياء حرفية أو حتى نفس الشيء الأشياء اللي هن موهوبين فيها، سواء رسم أو أشياء تانية. عم نشوف تعب ولكن في فرح. طبعاً الفرح لما بتشوف الأولاد مبسوطين وكيف عم يتحمسوا وكيف هن عم يبيعوا وعم ياخذوا المصاري. وبس كمان بدي بلغ شغله انه نحن من قبل عملنا وركشوب للاولاد لعلمناهم كيف يتصرفوا، كيف يصرفوا المصاري، اعطيناهم امور عن البروتكشن، هيدا كان كثير مهم. بقى الحمد لله انه الاولاد مبسوطين، هيدا اهم شيء لعنا، مش همنا نحن قد ما همنا الاولاد. كيفك كارين؟ الحمد لله. خبريني هالمعرض قديش حلو، شو اشتغلتي؟ كل شيء شغل الباحة، يعني مثل ما نكون شايفين على الطاولة واللي قدامكم وكله شغل الباحة. شغلي هون شغل خرز، طارة، مكرمة، صب شوكولا، صب صابون. مين بيعلمكم؟ المعلمات. نحن علينا هلأ نفكر كيف بدنا نشجع كل هالطاقات الجديدة الشابة، وبعد الدراسة تبين لي إنه ناقصهم بس تصميم، والتصميم هين يلتقى ويتقدم ببلاش مشان يقدروا يطلعوا قصص حلوة ونقدر نبيع السواح. هالمعرض في بقلبه كتير نماذج ممكن تفيدنا بهالخصوص، كيف نحدث التراث باتجاه الحداثة، وأهم شيء باتجاه صناعة السياحة. ليك معرض كتير حلو، معرض الأيادي الصغيرة، وأي شيء بيتعلق بالولاد أنا بشجعه يعني من قلب قلبي، لأنه عن جد الولاد هن برعم الحياة، وعم نمرق على السندات ونشتري من عندهم، ما بتتخيل فرحتهم نحن وعم نشتري هيك اشياء صغيره ومهضومه تنشجعهم قد ايه طاير عقلهم. قلت لهم لانه منتوجاتكم عن جد بتجنن، فانا بشد ايدي على ايد المنظمه وبقول لها شابوبا، لانه الاولاد عن جد رائعين جدا ولازم كل طرابلسي يجي يشوف ويشجعهم عن جد. شغلك هيدا؟
مين بيساعدك فيه بالبيت؟ ما حدا، بس انا. في اوقات معينه بالدنيا الصغير بيفترض انه هو يعني دائما تلميذ وبده يتعلم من الكبير، لا، انهار مثل هذا النهار بكل ما يكلمه معنا. الصغير الشاب والصبيه الطفل والطفله هن اساسي بكل ما يكلمه معنا. حدا قال لي قبل شوي طلعت طرابلس بتشبهك، قلت له لا، طرابلس احلى منا بكثير. اليوم هول الاولاد عم بيعلمونا انه طرابلس حلوه كثير واحلى منا بكثير. منى الاسمر، انتوا لغوندر جيت مش اول مره بتهتموا بهيك شيء، انا كنت شوف شغلكم دائما متابعكم. انت الاطفال اللي عندك هن عندهم مشاكل صحيه؟ لا، نحن هيدا المعرض مفتوح لكل الاولاد اللي عندهم مهارات وقدرات اللي اعمارهم تتراوح بين 26 سنين. نحن حبينا نضوي اكثر على مهارات الاولاد ونقول هدول الاولاد عندهم قدرات لازم نشتغل عليها وننميها. هذا المعرض هو مساحه للاولاد، نفتح لهم مساحه. حبينا نقول للاولاد انه هن مش بس اولاد عاديين، في عنا اشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصه، فكمان ضوينا على الدمج ذوي الاحتياجات الخاصه اللي عندهم قدرات مع الاولاد العاديين اللي عندهم مهارات وقدرات. بالختام اصدقائي بكرر دعوتي لكم لزياره شمال لبنان دائما لكل هواة السياحه البيئيه. اهلا وسهلا فيكم، مواقع بيئيه وطبيعيه فعلا تلفت الانظار بالاضافه لمواقع تراثيه، مواقع دينيه، لكل انواع السياحات. ارض شمال هو موطن لكل السياحات ودائما كرم الضيافه والاستقبال الحضاري. كان معكم من شمال لبنان منذر المرعبي، اما التصوير لامين سليمان، والى اللقاء.